أنا أذكر أنه سنة 86 رحت أعمل حوار مع أستاذنا الكبير، كنت بسميه عم صالح، عم صالح مرسي. كنت بقول له أستاذ صالح، كنت بقول عم صالح. من القربة يعني والعلاقة الدفيئة الجميلة اللي بيننا. مع عمه دي دفيئة أوي. طبعاً. فالمهم أنه أول سيناريو قريته في حياتي هو الدولي، وأنا بقى في الوقت ده عمري 21 سنة. الدولي فيلم جميل جدا اسمه الكذاب، فإداني السيناريو ده، وده أول معرفة ليا بكتابة السيناريو، مع يعني ورشة صغيرة كده في البيت وإحنا قاعدين يعني على الكتابة، وخصوصا كان كتبه كرواية كمان. فمن اللحظة الأولى أنا يعني قريت واشتغلت على السيناريو، فضلا بقى على تجربة طويلة في كتابة السيناريو مع أحمد زكي ومحمد خان وخير بشارة، ويعني تجربة يعني ليست قليلة لا في الزمن ولا في التراكم والخبرات. وأنا كتبت سيناريوهات مع محمد خان وأحمد زكي كثيرة للغاية لم تظهر للنور، لكن في المحصلة كانت فرصة عظيمة جداً إنه يبقوا في معهد خاص للكتابة السيناريو. كانت فرصة عظيمة للتدريب أكيد. ومش بس الأفلام دي كانت على وشك، زائد طبعاً المشروع اللي يعني اللي أنا بعتبر إنه يعني أخيراً كشفت إن أنا أظن في نفسي إن أنا مؤلفه الحقيقي، فيلم السادات. وإن كان أنا ما بحبش السيناريو، لكن في المحصلة لا، السيناريو يعني يمكن أن تقولي إنه معتمد على 90% من السيناريو اللي أنا كتبته، ورفضت فيه برضو حماقة شباب شديدة. طب حياتك وقتها ليه ما قلتش كده؟ ليه استنيت الوقت ده؟ لأن أولا كان منزعج من الفيلم، ما كنتش حاسس إن فيلم ما كنتش حبه. بعدين بعد كده لما شفت أفلام كتيرة والناس محتفية بيها وأفلام تعبانة جدا، لا يا جماعة بالمناسبة بقى السادات بتاعي على فكرة بقى الفيلم ده بتاعي ووادي الورق وادي الشهادات بتاع أحمد زكي بتاعي. فإذا كنت بتسأليني في البداية عن كيف أكتب السيناريو، كتبته هكذا، ثم أحيلك إلى أستاذنا العظيم نجيب محفوظ اللي كتب السيناريو بناء على انه صلاح ابو سيف المخرج الكبير قعد معاه على القهوه وقال له السيناريو بيتكتب ازاي. سؤال في حد زي نجيب محفوظ؟ ما فيش حد زي نجيب محفوظ، ده القطب.